طبعا ايش شوية. مشكل؟ مين ايه يا شيخ، طبعا مين مين تعبان؟ ما في طبعا. احسن احسن ان شاء الله موت، سوي كلام ان شاء الله موت، ان شاء الله انت موت، انت ما في كويس، لا اسمك يا شيخ، انت ما في كويس يا شيخ كله كويس، فين ما في كويس؟ ما في صلاة. الحمد لله، صلاة فيه. الحمد لله، في انت صلاة والله انت؟ نفر ممتاز، انت نفر ممتاز. وانت كلام؟ دف 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 خالص، دف. ما تبي نسولف خمسة يا رجل. اسمع، هلا هاي يا مدير، ناصر، هلا مدير. كلام ماما ايش؟ انا كلام ماما، هذا انت كلام انا ما في كلام ماما. رسول الله ايش كلام؟ رسول وصى على ماما 3 مرات. هو كلام ماما ماما كلام ماما ماما بعدين بابا. لا، 3 مرات. ما يا ولد لا سعودي، ماما 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 بابا. ده والله ده سعودي. انت كلام ماما ماما بابا. لا، ايوه لا، فيديكس، لا تألف الفيديكس، فيديكس هذا كلام رسول الله، ما يصير تألف. والله كلام صدق، والله ايش مشكلة؟ كلام ايش الرسول طيب، مسخرة يعني؟ الرسول وصى على الأم 3 مرات، كيف توصي ايوه أم؟ معلوم، هو إيه، كلام هو ماما كلام ثلاث ماما مرة، هو كلام ماما بعدين ماما. بابا، بعد ما يصير. لا هذا عيسى غلطان، عيسى هو غلط. لا ماما 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 بابا بابا مرة واحد. يا هذا الباكستاني ده منتي. مدير، انت ايش رايك؟ ايش كلام؟ انت ايش عقل؟ ايش كلام؟ ايش فيه؟ ما في كلام طب مدير والله اذا انت النكات ماما بتضحك، والله تعبان. اسمع يقول ما في كلام. اسمع مدير، بس مدير اذا انت ماما تعبان، بابا تعبان، فين روح؟ يروح اول واحد مين؟ والله صراحة لا، ماما انت باكستان، كيف اقولك؟ كله بعيد، كله سمسم بعيد، كله ممكن 100 كيلو 100 كيلو، فين روح اول واحد؟